نعطيك حلوة ديال الرشبون. مليح نختمو بها، هذه تاهي من الحلويات الأساسية واللي أربعة البيضات. ألو ثاني. أيه تفضلي. فيها أربعة البيضات، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السنيدة، خمسة دراهم ديال الكاكاو مور، من اللي عنده الكاكاو في الدار تقريبا واحد جوج معالق كبار، جوج خمارات حمرين والطحين حسب الخليط، والتزيين كنحتاجو الكونفيتير ديال المشمش مع شوية ديال الماء الزهر والكوك. كنخلطو جميع المقادير فهي كنخليوها رطبة، مكنكفوهاش في الطحين، ملي كطيب فهي كنغطسوها في الكونفيتير وكنديروها في الكوك، فهي راه كتجي مزيانة بالمذاق ديال الشكلاط. ايه واخا باقي الوقت اختي سناء، نزيد لك واحد جوج صابليات. للاسف ما بقاش لنا الوقت.